إقامة الحفلات في وقت متأخر من الليل وإعادة الساعة الاستيعابية في دور السينما والمطاعم والمقاهي بكاملها والتنقل في الأماكن العامة دون أقنعة خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية تأتي بعد تصريحات لمنظمة الصحة العالمية قالت فيها إنه قد بات بإمكاننا التفكير بعناية في تخفيف القواعد إذا كانت لدينا معدلات مناعة عالية وأنظمة الرعاية الصحية لدينا قوية والاتجاهات الوبائية تسير في الاتجاه الصحيح. وبحسب وكالة صحة الأمم المتحدة أكثر عمليات التراجع عن القيود وضوحا كانت في أوروبا وجنوب إفريقيا التي كانت لعدة أشهر مركز الوباء في العالم، فبريطانيا وفرنسا وإيرلندا وهولندا والنرويج والدنمارك والعديد من دول الشمال اتخذت خطوات لإنهاء أو تخفيف قيودها في بعض الأماكن. ويأتي هذا التخفيف على الرغم من أن أعداد الحالات لا تزال تحوم بالقرب من أعلى مستوياتها، إلا أن حكومات هذه الدول تراهن بشكل أساسي على أن الوباء قد بدأ بالانحسار، حيث أدى تخفيف القيود في العديد من الدول إلى ظهور الأمل في أن تفشي المرض على وشك الدخول في مرحلة جديدة سيصبح فيها الفيروس مثل الإنفلونزا يمكن التحكم فيه بشكل عام ويمكن للناس التعايش معه. فعلى الرغم من تسجيل أرقام قياسية للإصابة بالعدوى إلا أن المستشفيات لم تكن متقلة بالأعباء وانخفض معدل إشغال وحدات العناية المركزة أكثر. هذه الخطوات تأتي كاعتراف عالميا بأن فيروس كورونا ومتحوراته موجود ليبقى على الرغم من أننا قد نعاني من إجهاد أكثر اعتدالا للأنظمة الصحية، إلا أنه قد حان الوقت الآن لاستعادة الحياة اليومية التي اعتدنا عليها قبل انتشار الوباء. وبالحديث عن تخفيف هذه الإجراءات في بعض الدول في العالم معنا عبر الهاتف من عمان عضو مجلس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ريما حجو. صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا. برأيك ما هي أبرز الأسباب التي دعت هذه الدول للتخفيف من القيود رغم بقاء الفيروس ورغم تزايد المتحورات ورغم الزيادة أيضا في الأعداد حول العالم؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال ويسعد صباحكم. يعني فعلا التعايش مع الوباء يعني طرح منذ اليوم الأول، يعني وحتى يعني دعينا نقول منذ انقضاء الأشهر الأولى من انتشار الجائحة، يعني بدأت الدول كافة تتحدث عن أن هذا الفيروس ربما فيطول مكوثه في الأرض، ربما لن نستطيع أن نقضي عليه تماما أو نتخلص منه كما تخلصنا من بعض الكورونا فيروس السابقة أو قللنا نسبة انتشارها. فبالتالي يعني دائما مطروح يعني يجب أن نتعايش، أن نجد طرق لنتعايش فيها مع هذا الوباء. والتعايش يعني قد لا يعني انتهاء الفيروس، لا يعني أن الفيروس أصبح أقل خطورة، لكن كما قلت هنالك بعض الأسباب. وإذا أردنا أن نقول ما هي الأسباب التي دفعت هذه الدول والتي ستدفع أيضا دول أخرى حول العالم، أولا معظم هذه الدول التي الآن تخفف من إجراءاتها قد انتهت من موجة الأوميكرون أو أنها في الجزء المنخفض الذي تتباطأ فيه الإصابات ويقل فيه الانتشار المجتمعي. هذا أول الأسباب. السبب الثاني أن هذه البلدان معظمها استطاعت أن ترفع من عدد نسبة السكان التي تلقت المطاعيم، ووجدنا تصريحات من منظمة الصحة العالمية أن إذا استطاعت دول حول العالم أن تصل إلى مستوى 70% من السكان في المطاعيم، فهذه أيضا تبشر أننا ربما نقلل انتشار المجتمعي إلى يعني مرحلة نستطيع التعامل فيها. الأمر الثالث أن يعني وأنا ذكرت أكثر من مرة عبر قناتكم في المملكة أن نسبة الوفيات التي نجدها من موجة الأوميكرون أنها قلت بشكل كبير. فيعني أو أنا يعني إذا أردت أن أخذ الأرقام حول العالم يعني وجدت أن من كل 100 إصابة كانت تموت إصابتين، يعني عدد الوفيات 2%، ولكن في الأوميكرون أصبح 2 في 1000. وهذه حسب القراءات الأولية كما قلت لكل دول العالم، يعني للموجة العالمية في الأوميكرون، ولكن بعد انتهاء هذه الموجة ستتضح يعني دقة الأرقام أكثر. هذه 3 أسباب يعني كلها فعلا تصب في أن يعني نحن سواء هذه عدد الوفيات قل بسبب أن الفيروس أصبح أقل خطورة
مع اني يعني لا يعني لا ازال لا اجد يعني الدليل العلمي على هذا، لكن الارض المناعيه، نسبه التطعيم حول العالم وطرق التطعيم، يعني في البدايه كنا نقول يعني ما هو الذي يلزمنا حتى نستطيع ان نرفع المناعه، الان مثلا نعرف ان 3 جرع من المطاعيم هي تعطي الشخص مستوى من الاجسام المضاده، وليس فقط المستوى ولكن تنوع قدره هذه الاجسام المضاده وقدرتها على الارتباط باشكال مختلفه ومتحورات مختلفه من الفيروس. هذه كلها امور فعلا تساعدنا في التعايش. ست ريما، ما هي المعايير والمعطيات التي من الممكن من خلالها ان نتبنى نفس نهج هذه الدول؟ نحن تحدثنا عن 2 أسبوع من ذروه اوميكرون، لا ادري متى ستنتهي، ولكن مع انتهائها ووجود مقومات معينه، معايير معينه يمكن ان نسلط الضوء عليها طبيا، متى من الممكن ان نقول انه يمكن تبني نفس النهج لهذه الدول، خاصه انه يعني كورونا لن ينتهي؟ نعم، على الأقل يعني المبشرات يعني حتى الآن لا يوجد لدينا دليل أن أوميكرون سيكون آخر المتحورات أو أن هذا الفيروس سيزول، لكن نستطيع ربما أن نعود إلى الحياة الطبيعية. معنى العودة للحياة الطبيعية أننا نعيش حياتنا من دون أي قيود، لكن حتى الآن هذا غير واضح. حتى الدول التي خففت لا تزال هنالك بعض القيود، لا يزال الأشخاص يلتزمون على الأقل بلبس الكمامات، أخذوا المطاعيم، هذه كلها يعني تساهم في التعايش. فأنا ذكرتها عدة أمور، ما هي المعايير التي يجب النظر إليها؟ يجب دائما أن نقيم أين نحن موقعنا من الموجة، هل نحن في التصاعد؟ لأن يعني من تجاربنا في الأردن والتجارب حول العالم، احنا عندما نكون في الجزء المتصاعد من المنحنى الوبائي أي شيء يؤثر، يعني عدم الالتزام يؤثر، الإجراءات، التجمعات، خصوصا التجمعات الكبيرة التي تنقل يعني العدوى لأعداد كبيرة من الناس، لكن هذه ممكن أيضا حتى التعايش معها، ممكن إجراء هذه التجمعات إذا التزم الأشخاص بالمطاعيم والكمامات. فإذا ظهرت يعني ثغرة بالمطعوم تسدها الكمامة، وإذا ظهرت يعني ثغرة في الكمامة يسدها المطعوم. يعني أنا يعني أرى الحياة ممكنة جدا بالالتزام بالمطعوم والكمامة. هنالك دراسة مفصلية ظهرت من يعني نشرتها مركز سيطرة على الأوبئة الأمريكي على موقعها، وهي أجرت في ألمانيا، ووجدت هذه الدراسة أن فعلا 3 جرع من المطاعيم أعطت مستوى عالي من الحماية وتنوع عالي من الأجسام المضادة. كذلك يعني الأشخاص الذين أخذوا 2 مطعوم وأصيبوا أعطتهم نفس يعني الحماية أيضا. نعم. الذين ولكن أصيبوا وأخذوا 2، يعني نعم. الآن المتفق عليه، دعيني أكمل لأنها نقطة مهمة جدا، لأنه تنبني عليها المناعة المجتمعية، تنبني عليها كيف نتعايش مع هذا الوباء. 3 جرع من المطاعيم حتى الآن أو 2 مطعوم مع إصابة يبدو أنها حتى الآن تعطي تنوع كبير في الأجسام المضادة. نعم، كما ستريم. يحدث التمحور في الفيروس يحدث أيضا في نعم. الخلايا هذا المناعية. هذا الكلام أصبح معروف لدى الجميع بموضوع الثلاث مطاعيم وموضوع الجرعة المعززة، ولكن للأسف فعلا ولكن نعم نعم أنا معك، ولكن نعم. للأسف يعني ما زالت الأرقام نوعا ما بالنسبة للأشخاص والمواطنين الذين تلقوا المطاعيم سواء الأول أو الثاني أو الثالث ما زالت نوعا ما قليلة، وهذا يمنعنا من العودة إلى الحياة بشكلها الطبيعي. برأيك كيف من الممكن أن نزيد من عدد المواطنين الذين من الممكن أن يتلقوا اللقاح خلال الفترة القليلة المقبلة في ظل الارتفاع المتزايد لأعداد الإصابات؟ يعني فعلا شكرا جزيلا، وفعلا هذا يعني الأمر يعني المقلق، أننا لم تزد لدي، يعني أنا اليوم نظرت إلى النسبة من مجموع عدد السكان وليس من الفئة المستهدفة يعني الذي كنا نستهدفها أولا. الآن يعني نسبة المطاعيم الذين تلقوا المطاعيم الكاملة هي 41.6%
فهذه نسبة غير كافية كما قلنا إذا كان الآن نحن نقارن ب70%. ونحن في الأردن يعني هذه النسبة، أولا علينا أن نعرف من أين، ما هي الفئات التي لم تأخذ مطاعيم بنسبة كبيرة. نحن فعلا كبار السن أخذوا يعني نسبة عالية منهم أخذت المطاعيم، ولكن بعضهم لم يأخذها. حتى نصل للمناعة المجتمعية نحتاج إلى أن نطعم فئات أخرى وأعمار أخرى، طلبة المدارس في الدرجة الأولى، لأن هنالك يعني نسبة التطعيم في طلبة المدارس ما تزال منخفضة. الآن يعني الشركات العالمية تحاول الحصول على ترخيص للاستعمال الطارئ للمطاعيم على فئة تحت عمر 5 سنوات، وهي دول لا توجد فيها عدد أطفال مثل الأطفال، عدد الأطفال الموجود في الأردن في هذه الفئة العمرية. فنحن يجب أن نعي هذه الدروس، لماذا يتسابق يعني العالم على تطعيم الأطفال ونحن يعني المطاعيم موفرة، ولكن تجد هنالك بعض التردد من الأهالي. علينا أن نزيد التوعية، نركز على هذه الدراسات وكيف أنها حمت الأطفال، حمتهم من كوفيد طويل الأمد، حمتهم من الاحتلالات النفسية. التوجه الآن لحل هذه المعضلة في الأردن لربما الأهم في الموضوع استهداف شريحة أكبر، وأهم ما يكون كما تفضلت هي فئة الطلاب المدارس. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من عمان عضو مجلس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ريما حجو. حالة من الطوارئ أعلنت في العاصمة الكندية أوتوا جراء احتجاجات لمعارضي القيود الصحية والتي بدأت منذ أكثر من أسبوع. وصف عمدة أوتاوا الأوضاع الناجمة عن الاحتجاجات بالخارجة عن السيطرة، حيث امتدت إلى مدن كندية رئيسية أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين استمرت عشرات الشاحنات ومتظاهرون بشل الحركة في وسط العاصمة. ألمانيا سجلت إصابات بكورونا بلغت 133,041 وفاة، وبهذا تسجل ألمانيا رقما قياسيا بمعدل الإصابات الأسبوعي بالفيروس منذ بدء الجائحة، إذ وصلت نسبة الإصابات إلى 1400 إصابة لكل 10,000 مواطن. ومعنا عبر الهاتف من لندن عضو الكلية الملكية البريطانية دكتور بسام زوان. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا بك معنا. يعني نبدأ الحديث عن موضوع التخفيفات التي أجرتها بعض الدول بالفترة التي تزداد فيها نسبة الإصابات وظهور متحورات جديدة من متحور أوميكرون نفسه، برأيك دكتور هل يعقل أن يتم تخفيف الإجراءات؟ هل هذا هو الخيار الأفضل حاليا؟ صباح الخير وشكرا للاستضافة. الحقيقة طبعا يعني هذا الخيار لابد منه. يعني سابقا بداية الوباء كان أخذ هذا الخيار يعني مجازفة كبيرة لعدة أسباب. يعني سابقا كنا نجهل أنه هذا الفيروس أمراضيته وطريقة انتقاله ونسبة الوفيات، وأيضا كانت الدول غير محضرة للمشافي ولا الأطباء ولا يعني معروف الإمراضية ونسبة الأمراض وكيفية التشخيص وكيفية العلاج. الآن بوجود هذا المتغير الجديد وهناك أصبح فهم واسع لهذا الفيروس أمراضيته وطريقة التعامل معه، لدينا أسلحة، لدينا نظام طبي يعني يتعرف على هذا الفيروس، قادر على التعامل معه، وجود لدينا مناعة ناجمة عن التلقيح، ووجود لدينا أدوية تتعامل معه. لذلك هذه الدول التي أعلنت الآن منها بريطانيا والدنمارك عن تخفيف الإغلاق تعتمد على نهج علمي وليست عشوائي. النهج العلمي التي اتبعتها أولا أوصلت المجتمع إلى درجة متقدمة من المناعة. يعني نحن في بريطانيا لقحنا بجرعتين 80% من الشعب البريطاني،
وجرعة معززة وصلت إلى حوالي 65%، دليل أن المجتمع وصل إلى المناعة المجتمعية. أيضا الدنمارك يعني لقحت حوالي 81% و 62% جرعة معززة، وهذا بالتالي أنشأ بيئة ممنعة تؤدي إلى التقليل من الوفيات، التقليل من دخول إلى المشافي. ونحن نتابع بشكل يومي الخط البياني للمشافي، لا يوجد ضغط لدينا المشافي، لا يوجد ضغط على العناية المشددة، لا توجد نسبة وفيات كبيرة. سأعطيك مثال بين الدول التي يعني اتخذت هذا المنهج والنتائج التي عندها والدول التي لا تزال ضمن القيود والنتائج. فمثلا أعطيك الدنمارك، الدنمارك نسبة الإصابة البارحة 35 ألف إصابة، نسبة الوفيات لديها 18، مقارنة بروسيا التي لا تزال تطبق القيود 185 ألف إصابة لديها 700 وفاة، يعني هناك نسبة عالية جدا. لكن إذا قارنا نسبة التلقيح في روسيا هي 50%، نسبة التعزيز 7% فقط. لذلك النهج الذي انتهجته الدول التي تقدمت في تمنيع الناس والجرعة المعززة يعني أعطتها ميزة بأنها سوف تخفف هذه الإجراءات أو تلغيها بشكل نهائي، لأن الآثار السلبية للقيود هي أكثر من الآثار السلبية التي يفرضها التحرير من 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 من, من القيود. وبالتالي نحن في بريطانيا نلاحظ هذا، يعني حقيقة دكتور أنه حتى الآن تفضلي. يعني النقطة الأساسية هنا الوصول إلى نسب تطعيم عالية، يعني إذا ما قررنا في الأردن نسب التطعيم منخفضة، وبذلك لا يمكن تبني أو انتهاج نفس هذا النهج. ولكن في المقابل دكتور هنالك من يراهن على انحسار الوباء، ما رأيك في هذا الموضوع؟ خاصة يعني الكثير ما يتحدث عن موضوع التحورات المتتالية تنذر بضعف الفيروس وبالتالي انتهائه، ما رأيك بهذه النقطة؟ هلا راح احكي اعطيك اول شيء علميا. علميا يعني انه الانتهاء الوباء، كل العلماء يؤكدون ان الوباء يعني يحتاج الى سنين حتى ينتهي، وانما سيصبح وباء مستوطن. لكن وباء مستوطن، وهذا ما يسمى انحسار او انديميك، يعني صار وباء موجود، نعرف توقيته، نعرف مكانه، نستطيع السيطره عليه، نستطيع تتبعه. وهذا ينطبق على الدول التي قلت انها قادره على التعامل وقادره على تمنيع شعبها. يعني اذا انا قارنت هلا مع الاردن، انت اعطيتيني مثال الاردن، الاردن يعني نسبه التمنيع بالاردن حسب البيانات التي امامي 40% من الشعب الاردني اخذ جرعتين، ونسبه التعزيز يمكن لا تتجاوز 2-3% او ما بعرف يعني قديش التعزيز بالضبط. لا تنطبق الاجراءات التي اتخذت في الدنمارك او في بريطانيا على الاردن. لماذا؟ لان الفيروس لا يزال خطير. نعم هناك لا تزال نسبة 2.5% من الناس تدخل مشافي ونسبة وفيات، يعني نلاحظ هذه الوفيات. يعني لدينا نحن 60% من الشعب الأردني غير ملقح، وهذه بالتالي هناك 2.5% من هؤلاء سيصابوا. يعني هل هذا الفيروس سينتشر، سيصيب الكل؟ نعم. لا تزال لدينا نسبة عالية من الإصابات، 2.5% دخول مشافي. هل قادرة المشافي في المملكة الأردنية استيعاب هذا العدد الكبير 2.5% دخول المشافي؟ لأن لا يزال حقيقة عند غير ملقحين هذا الفيروس لا يزال يسبب أذية. فبالتالي دكتور يعني أنت تقول بأنه البلدان التي لم تصل بعد إلى نسب كافية من تلقيح مواطنيها بالتالي لن تستطيع العودة إلى الحياة الطبيعية. دكتور أريد أن أسألك سؤال، يعني أنت تتحدث وتقول بأنه نوعا ما نحن مسيطرين على وضع الوباء، أصبحتم أكثر معرفة نوعا ما بكل ما يحيط به، إلا أنه نسب الوفاة ما زال
زالت نوعا ما مرتفعة دكتور، إلى متى ستكون هذه الأمور على ما هي عليه بالنسبة لعدد الوفيات وأسباب الوفيات المتعلقة بفيروس كورونا وكل المتحورات الخاصة به؟ يعني ما في شك أن فوعة الفيروس هي أخف من السابق. يعني نحن عم نلاحظ كفوعة الفيروس كأمراضية للفيروس أن الأعراض التي تحدث تماما كالرشح، لكن هل هذه الأعراض نفسها التي تحدث في غير ملقحين؟ الجواب لا، في غير ملقحين هناك لا تزال نسبة وفيات، لكن الوفيات هي مقارنة بالمتغيرات السابقة بدلتا وألفا والذي ظهر في ووهان التي كان نسبة الوفيات تتجاوز بعض الأحيان 7% في بعض الدول، لكن الآن حتى في بعض الدول التي لم تلقح أغلب شعبها، لكن لا نعرف حقيقة الإحصائيات الدقيقة، يعني أصبحت هناك 3 أو 4 بالألف، يعني نسبة الوفيات عندنا 1 بالألف، لذلك نسبة الوفيات هي انخفضت. أما بالناحية أنه هل الفيروس سيصبح أخطر، أغلب علماء المناعة والفيروسات تقول أن هذا الفيروس وصل إلى الحد الأعظم من الإمراضية، يعني لا يمكن ظهور متغير أخطر وكما ظهر في الدلتا، لذلك هذه الدول التي لم تلقح ممكن يعني لديها فرصة أخرى يعني أن هذا الفيروس سينتشر إذا غير قادرة تلقح شعبها أو الناس رافضة لأخذ اللقاح كما يحدث في بلادنا. يعني بلادنا الحقيقة هناك ظاهرة سلبية هو خوف من اللقاح وهناك رفض للقاح. طيب إذا قارنا الخطر الذي ينجم من اللقاح مقارنة بالخطر عن الإصابة، فالخطر الإصابة بالفيروس هي أكثر بكثير، لذلك هؤلاء الآن معرضين للإصابة ومعرضين للإصابة بشكل أشد يعني مقارنة بالذي أخذ اللقاح، لذلك سوف تخلق. يعني أنا أستطيع أفهم منظمة الصحة العالمية عندما قالت نهاية 22 سيكون يعني تتعايش كل البشرية مع هذا الفيروس، لأنها بتقديرها أن 70% من الناس يا إما أخذوا اللقاح أو سوف يصابوا، وبالتالي نحن وصلنا إلى مناعة مجتمعية. لذلك هذه الدول التي لم تلقح سوف يصاب شعبها وتكون الخسائر مقارنة بالدول التي لقحت الخسائر أكبر، لكن ستصل إلى المناعة المجتمعية. دكتور، نؤكد دائما على ما تقول الأوساط الصحية وكل النصائح العلمية الصحية تقول بأنه يجب أن نأخذ اللقاح. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن عضو الكلية الملكية البريطانية دكتور بسام زوان.